أنا سعيدة جدا لحضور هذا الحفل ديال التكريم ديال الأستاذ المحجوب الهيبة اللي هو كان طبعا زميل ديالي في جامعة الحسن الثاني. وتنبغي نشكر أيضا منتدى المواطنة على هذا تنظيم هذا التكريم في حق هذا الأستاذ الجليل والمقتدر الأستاذ المحجوب الهيبة. تكريم ديال واحد المسار حقوقي بامتياز اللي يعني جميع المحطات ديال هذا اللي بغينا نقولوا 30 سنة الأخيرة كانت يشارك فيها سواء هيئة الإنصاف والمصالحة سواء فيما يخص يعني مجلس حقوق الإنسان. أيضا هو يعني كان أول مندوب ما بين وزاري ديال حقوق الإنسان، أيضا يعني في مجال منظومة الأمم المتحدة المنظومة الحقوقية ديال الأمم المتحدة هو خبير معتمد من الخبراء المغاربة الذين نفتخر بهم لمعتمدين في منظومة المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة. يعني نقدر نسرد لك واحد العدد كبير ديال يعني المسؤوليات اللي شرف عليها الأستاذ المحجوب الهيبة واللي ساهمت في ترسيخ يعني دولة الحق والقانون تحت القيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فيعني هاد الإرادة ديال صاحب الجلالة نصره الله لترسيخ دولة الحق والقانون لقات رجال اللي هما ونساء اللي هما عندهم يعني قدرات واللي عندهم يعني حب للوطن ومسؤولية، لأن بعض الظرفيات كانت ظرفيات دقيقة وصعبة، ولكن الحمد لله بلادنا اجتازتها بنجاح بفضل القيادة الرشيدة والمتبصرة ديال صاحب الجلالة نصره الله، وبفضل رجال ونساء وأساتذة ومناضلات ومناضلين اللي عملوا الوطن ومصلحة الوطن فوق كل شيء. فيعني احتراما لهذا المسار حضرت اليوم باش لهذا التكريم، وانا شرف كبير ليا باش نحضر فيه. وايضا بغي نشير ان الاستاذ المحجوب الهيبة يعني كان ايضا من الناس اللي واكبونا انا شخصيا فاش كنت في رئاسة جامعة الحسن الثاني، كان دائما كيتواصل معايا وكيكون يعني لو كونساي وهذا يعني وكنا كنتواصلوا. وايضا مني تعينت وزيرة يعني حضيت بالثقة المولوية السامية، يعني جا عندي وتكلمنا على يعني على على حقوق على تفعيل المساواة بالنسبة للمرأة وعلى التحديات اللي كتعرف بلادنا في هذا المجال او في مجال حقوق الاشخاص في ذوي الاعاقة او الطفولة. ويعني قام بواحد الدور كبير ومهم خاصة ملي كنا كنحضروا التقرير الجامع الخامس والسادس للمملكة المغربية لتقديمه في جنيف في 2022. يعني واكبنا صراحة بواحد المواكبة مهمة جدا، وكان تيحضر معنا كنا عملنا واحد تقريبا شي شهر ونص تقريبا ديال التحضير تقريبا يومي كنا كنديروا جلسات باش عملنا الإحاطة بكل يعني مكونات الملف. وكان يعني هو والأستاذة الرحيوي كانوا تيواكبونا بواحد الشكل مستمر وبالنصائح ديالهم، ولأنهما طبعا عضو كما قلت في منظومة الأمم المتحدة الحقوقية كخبراء، فكانت هاد المواكبة مفيدة جدا، لأننا استمعنا لواحد الخبير اللي هو كيقيم دول وملفات ديال دول أخرى، وعرفنا كيفاش نقدموا الملف ديالنا بواحد الذكاء اللي يبين الإنجازات المهمة اللي عرفتها بلادنا في مجال الحقوقي وخاصة في مجال تحسين وضعية المرأة اللي عرفت كما كتعلمون واحد الارتقاء كبير جدا في ظل القيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة نصره الله. فكان خصنا نبينه خاصة أن هذا التقرير ما كانش تقدم منذ 14 سنة، منذ 2008 حتى 2022 عاد قدمناه. فإذا كان واحد تراكم كبير اللي كان خصنا نبينه، ولكن نكونوا يعني صريحين وصادقين باش نقولوا الإنجازات الكبيرة اللي حقها
حققناها، ولكن ايضا التحديات اللي مازال خصنا نشتغلوا عليها. فيعني باش نختم، نبغي نشكر شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور المحجوب الهيبه اللي هو استاذنا كاملين في مجال حقوق الانسان، وكنبغي نشكر مره اخرى السي عبد العالي مستور رئيس المنتدى المواطنه وجميع الاخوات والاخوان اللي كيشتغلوا معاه، لان خصنا نشتغلوا جميع كل من موقعيه باش بلادنا الحمد لله التراكمات والانجازات المهمه نرصدوها ونمشيو ابعد. وكما كتعلموا في ظل القياده الرشيده ديال صاحب جلالة نصر الله وفي اطار الدستور 2011، بلادنا اعتمدت الخيار الديمقراطي كيعني مكون رابع من مكونات وتوابيت الامه. فالحمد لله احنا فخورون بهذا المسار وكنتمنى التوفيق للجميع. اليوم احنا في منتدى المواطنه واحد المجموعه ديال الفعاليات حقوقيه ومدنيه واكاديميه كتلم بمناسبة اليوم العالمي لنظافة البيئة للاحتفاء بالأستاذ محجوب الهيبة، وفي إطار واحد النقاش حول التأهيل البيئي لمدينة الدار البيضاء. الأستاذ محجوب الهيبة بالإضافة لأنه قامة أكاديمية كبيرة وقامة حقوقية كبيرة وقامة مدنية كبيرة، كان عنده مسار نوعي جدا، يعني ورائد دائما لا في مجال البحث العلمي ولا العمل الحقوقي ولا المدني. هو من الفاتحين للاهتمام العلمي الجامعي بالبيئة في المغرب وبالحقوق البيئية، هو من الفاتحين بالاهتمام الأكاديمي والمقاربة والمعالجة الأكاديمية القضية الحقوقية في المغرب، هو من الفاتحين في التحول العميق اللي وقع في المسار الحقوقي المغربي في أواخر التسعينات وبداية الألفية، هو أحد قادة مسلسل المصالحة والإنصاف، هو أحد قادة تأهيل المؤسسة ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة حقوقية، ثم هو الفاتح لتجربة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان كمؤسسة عبر وزارية في داخل الحكومة لتنسيق العمل الحقوقي ديال الحكومة المغربية. ولكن في رأينا بالإضافة لهذه الأشياء، هو اليوم عضو مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعضو واحد عدد ديال الهيئات الحقوقية، غنقول بالإضافة للأخلاق العالية والتواضع في الحق الخارق لهذا المواطن المغربي النبيل والعظيم، هو قدرته أنه يكون دائما في واحد الوظيفة مفصلية، واحد المجموعة الفعاليات أعطاهم الله هاد البلاد، وفي التسعينات هما اللي احتاجين لهم، اللي عندهم قدرة يكونوا قنطرة ديال التواصل ما بين الدولة والمجتمع وما بين القوى المجتمعية اللي كانت متناقضة ولا متنافرة، وعندهم القدرة يصيغوا المعادلات الكبرى اللي محتاجة لها البلاد، اللي فيها كل اهتمامات المشروعة، اهتمامات الدولة واهتمامات المجتمع، كل تخوفات المشروعة تخوفات الدولة والمجتمع، ويصيغوها في معادلة قادرة أنها تحتوي هاد التخوفات وقادرة أنها تبني توافق وطني كبير وتوسع الأرضية المشتركة بيناتنا وتزيد بنا القدام. هذه في رأيي أنا هي القيمة الأساسية ديال هاد القمم اللي سميتهم حجوب الهبة بتواضعه الكبير. لهذا احنا اليوم في حقه كنحتفيو به باش نشكروا عرفانا له العطاءات ديالو المواطنة والمساهمات ديالو الرائدة الأكاديمية والتربوية والتعليمية والحقوقية واللي لا زالت مستمرة. ولكن في الحق احنا اليوم بغينا نذكروا بلادنا في الدولة والمجتمع بهذا النموذج، وبأنه هو النموذج اللي محتاجينه، هو النموذج اللي خصو يكون مؤطر وموجه للمسار الوطني، وإلا غادي يرتكبوا أخطاء كثيرة وغادي نهضروا جهود كبيرة وغادي نبداو نضيعوا الأرضية المشتركة اللي بذلنا مجهود كبير خلال 20 سنة الأخيرة في البناء ديالها.